أما اللي معروف وتعود الجمهور على رقيها هي صوفيا المريخ اللي تفاجئوا من عودتها بعد غياب طويل، فمنهم من رحب بالكامباك وآخرون فضلوا غيابها لأنها لم تقدم أي جديد بعد 7 سنوات من الغياب حسب تعبيرهم. وبدون سابق إنذار تفاجأ الوسط الفني بعودة صوفيا المريخ، إلا أن البعض لم تعجبها الأغنية التي عادت بها لأنها لم تغير من نفسها شيء، وكأن الزمن توقف من سنوات حسب كتر. والبعض الآخر قال أن صوفيا لم تتغير وكأنها لم تغب طوال هذه المدة، وآخرين عاتبوها لأنها لم تعد بأغنية مغربية لأنها الأنجح حاليا. فهذه الأغنية كانت من المفترض أن تنزل في 2013 تحت النظر، الأغنية وهي أغنية مصرية، وهي نفس السنة اللي تزوجت فيها صوفيا المريخ من رجل أعمال مغربي وقررت الابتعاد تماما والتفرغ لعائلتها الصغيرة ولمشروعها. سست عائلتي ونقدر تولي ذاتي. فهي توقفت تماما عن الإصدارات من عام 2011 مع جيرمين جاكسون وأغنية تهواك، أنا امرأة تهواك. لكن عودتها اهتمت بها الصحافة بشكل كبير لأنها كانت حققت نجاحات كبيرة قبل اعتزالها، والأغنية حققت لحد الآن حوالي 8000 مشاهدة فقط. فصوفيا المريخ أمام تحدي كبير وكأنها بدأت من الصفر في ظل التغيرات التي شهدتها الساحة الفنية. وهي بقات في السايل اللي تعرفت فيه من بدايتها.